فضيلة الشيخ يقول أنا شاب أريد أن أتوب ولكن كلما عزمت على التوبة فعلا أتوب إلى الله ولكن سرعان ما أرجع فوجهني وفقك الله عز وجل كيف أعزم على التوبة ولا وأقلع عن المعصية ولا أعود إليها مرة أخرى. الإنسان من طبيعته أن يضعف أمام إرادة المعصية إلا ما عصم الله. أقول أبشر بأن توبتك مقبولة، لأنه ليس من شروط التوبة أن لا يعود، بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وإذا عاد فليتوب إلى الله وليستغفر، ثم إذا حدثته نفسه بالمعصية فليذكر عظمة الرب عز وجل، وليذكر أنه تاب إلى الله، والتوبة كالمعاهدة يجب الحفاظ عليها. ثم إن أمكنه أن يتلهى عن هذه المعصية بأنواع الملهيات المباحة فليفعل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.